ان دخول كتير من القضايا دي يعني ممكن ناس كتيرة ما تحبش تدخل فيها، يعني ممكن يعني يقول لك يعني نعدي بقى، واحنا ليه هفضل في صدام وافضل انا اقول للناس كلام دمه تقيل وابقى انا يعني مش يعني مش لطيف ومش بطبطب على الناس. لكن هنا الرئيس قال جمل مهمة، انا ما بحبش اطنش، ما عنديش خصومة مع حد، لكن خصومتي الأساسية مع الفساد والشر. ما بطنش، فكرة ان انا اشوف حاجة بايظة واطنش دي مش سلوكياتي ولا شخصيتي. انا بقول الكلام ده هنا لنا ليه؟ سواء كان للتبطين او لنظم الرأي الحديثة، وعشان ان انتم تحطوا ايديكم معانا، لانها مصلحة واحدة، مصلحة وطن، مصلحة وطن، مصلحة بلد. احنا بنسعى للمصلحة دي، ان احنا بلدنا تبقى تاخد مكان افضل من اللي هي كانت موجودة فيه، وبالتالي اي ممارسات سلبية مش هتبقى مقبولة. واذا كانت مقبولة قبل كده او الناس كانت بتغض الطرف عليها قبل كده، انا ما بعرفش اعمل كده، ما بعرفش اطنش. لو كنت بعرف اطنش كنت طنشت 2011 و12 و13 وسبت البلد دي للمجهول. وبقول كده لكل مسؤول في مصر، وكل محافظ وكل مدير امن وكل مسؤول في مصر، لو سمحت ما تسكتش على الغلط، ما تسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي، مش عشان حد تاني. انا مفيش بيني وبين حد خصومة، انا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة، انا عندي كده. واي حد تاني برضو بقول عشان تبقى الناس واضحة، يقول لك انت ليه بتحط نفسك في المجالات دي، ما تسيبهم هم. وزير الري يقول، وزير الزراعة يقول، طب حتى كمان من دولة الرئيس، وانت خليك جميل، خليك حلو يعني، مش كده؟ لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. البلاد ما بتجيش بالدلع، البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام. الدول لا تبنى بالدلع والطبطبة ولكن بالعمل وبالجدية. وأنا هنا هقف قدام كلمة التعدي، أنا بيني وبين التعدي خصومة. وبرضو ده عشان نشرحه للناس، لما بتتعدى على قطعة أرض ولو نص متر زي ما قلت في البداية، هو تعدي على آخرين. هو الفكرة مش يعني ساعات نفتكر انه طب ما الدولة دي مش انا ما بتعداش، يعني دي الدولة كبيرة جدا وعندها ياما اراضي وياما حاجات، انت بتتعدى هنا على حق اخر، على حق اخوك وابنك، على حق اجيال قادمة، على حق اللي موجودين دلوقتي. لانك انت لما تتعدى وغيرك يتعدى، يبقى التعدي ده خلاص سلوك طبيعي وبقى قاعدة، وبقى كل الناس بتتعدى، مش هيبقى فيه قانون ومش هيبقى فيه ضبط، وهيبقى الملتزم يبقى هو اللي غلبان. هو بقى اللي ايه الملتزم ده اللي ما تعداش يقول لك الله، هي دي بلد ما فيهاش قانون ولا ايه؟ اشمعنى انا اللي بتعاقب؟ طب ما فلان اهو تعدى وبنى ارض ومخالف وخلاص. لا، علشان كده هنا نحن نضع الامور في سياقها، الرئيس هنا بيضع الامور في سياقها، انه تعدي لا، مش هنقبل هذا التعدي بأي شكل من الأشكال، وهنزيل كل التعديات في 20-30 سنة، ولن نقبل بتعديات جديدة. فأي حد بيفكر إن هو هيتعدى على أرض زراعية أو على منطقة مصارف أو مياه أو ترع أو غيره، يعرف إن هو لن يستطيع أن يحدث ذلك خلاص. وهو ده القانون، عايزين دولة عادلة تدي الناس كلها حقوقها، يبقى لازم دولة تقدر انها تفرض قواعد وتفرض قانون بالعدل. يعني هنا ميزان العدل ميزان مهم جدا، عشان ما يبقاش عندي متعدي وملتزم وانا مش عارفة اتعامل بينهم. لازم نبقى جميعا ملتزمين وما نتعداش على ارض الدولة، ان احنا بنتعدى على انفسنا، بنتعدى على مياهنا، على ولادنا، على احفادنا. وارجوك نفكر ان احنا مش مجرد أفراد، إحنا أفراد في مجتمع، مش نفكر في نفسنا وفقط.